برنامج صناعة المعروف مقدم من جمعية صلة الخيرية. جمعية صلة تقوم على رعاية الأيتام والفقراء والمساكين والمحتاجين، أيضا تقوم بكفالة المشروعات الصغيرة لبعض الأسر الفقيرة حتى تساعدهم على المعيشة الحياتية. جمعية صلة تهدف أو يعني نتمنى جميعا أن احنا نصل معكم وبكم إلى ما أقصى من ذلك، وهي بناء المساجد وتعميرها بإذن الله، وايضا حفر الابار في جميع انحاء الجمهوريه وفي جميع قاره افريقيا. جمعيه صلة احنا بندعو جميع المشاهدين ان هم يكونوا جزء من فريق الجمعيه، وايضا جزء من فريق برنامج صنائع المعروف.